حالنا بحالهم، ما في ناس تطلع زايدة عليهم، هم مجرمون، لكن الإجرام ما ينزعش عنهم صفة إنسان. صحيح الكثير منهم اختار طريق عوج وغرق في بحر الجريمة، لكن كاين اللي لقى راسو مجرم بالصدفة، كما كاين اللي رضع الإجرام من صغرو. حياتهم وكيف أصبحوا مجرمين بل أخطرهم وأشهرهم. حلقات يومية اخترناها لكم في هذا رمضان اللي يكمل عليكم بخير، ماشي باش نمدحوهم بل باش ناخدو الدروس والعبر. فمرحبا بكم وكونوا كثيرين في التتبع ديالكم والتفاعل. صح فطوركم وتقبل اللهم صيامكم ورمضان كريم. حلقة جديدة من سلسلة أخطر وأشهر مجرمين اللي عرفهم المغرب، غادي نخصوها سفاح مدينة المحمدية، وهو اللي دار كما دار مجنينة ولد مكناس، قطع الراس ديال شي واحد خمسيني ونكل بالجثة ديالو بقى كيدور به. إلا كان مجنينة مشى للبار بسكر وحط الراس عند البرمانة قال لها اللي غيخلصك هذا، دار مشهد مماثل ليه، هز الراس وبقى كيدور به بالدوار وحطو المول الحانوت قال له هو اللي يخلصك في الكار حتى هو. ما نسبقوش الأحداث ونمشيو بالتسلسل في السرد ديال القصة كيفاش وقعت والحيز ديال هذا السفاح، وهو واحد من أخطر السفاحين اللي عرفهم المغرب. القصة كما قلت ديال هذا السفاح أشبه بهذيك ديال مجنينة، وخا قضية مجنينة كان فيها الحسابات وكان، وهذه ما فيها لا حساب ولا والو، قصة المشرد ما دار ليه حتى شي حاجة. السيد غمجل دماغو وناض ذبح الضحية وقطع عليها الراس وهزو ومشى كيطوف بيه في الدوار وخلى بقية الجسد في عين المكان. كانت الساعة تقريبا حوالي الساعة 9 ديال الليل أو ما بين 9 و 9 ونص من ليبان، ديك السيد وكان مقرقب مهزوز في يدو ميكاساك فيها الراس. ديما كنقول بانك قلقو به ديما هو السبب المصائب، هاد الفنيد اللي يبلعو واللي خرج على بنادم والله ياخذ الحق في اللي كيروجو اللي دخلوا لهاد البلاد. شحال من واحد خرج عليه وشحال من جريمه قتل او عنف جسدي او نفسي كان هو السبب فيها، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ديك الليله كانت ليله الخميس وماشي الفرح عندي في دارنا كما قال وغنى الفنان حميد الزهير، إنما هذه المرة الخميس مرتبط بمصيبة في الدوار، ديك الدوار بالضبط، والمصيبة هي اللي دارت تسفح الخبر ديال التجول ديالو وهو محمل بالراس المقطوع. كسر الهدوء ديال ديك القرية والدوار فين كيعيش، وكيعيشو بزاف الناس. كانت ليلة شتوية، كانت الشتا كطيح والناس كانت مكمشة في ديورها، كتسمع العظمانها، وكاين اللي كان نعاس وكاين اللي مازال مخلص للراحة، وكاين اللي كان مازال في وسط الدوار، إما جالس مجمع وإما جالس في الحانوت اللي كيسترزق الله. الوقت مازال ما نصاص الليل باش ممكن أنه كلشي يدخل للدار، أما هو كان مازال كيتجول ويصول ويجول وفي يديه الميكاساك اللي فيها الراس. كما دار مجنينة غير مجنينة مشى للبار كما قلت، وهذا كان كيدور به في الدوار. مهم السيد مصر شي محل ديال البقالة، يعني شي عند شي مول الحانوت البقال، ومرتو كانوا مزاين بجوج، هما اللي كانوا مزاين حالين، كانوا بجوج بيهم جوج حوانت، كانوا هو كان شي محل واحد اخر مزاين حالين، كانوا مزاين حالين لعل وعسى يجي شي واحد من الدوار بغا يشري شي حاجة ولا شي حاجة. المهم فجأة وصل عندهم هاد السفاح مول الحانوت، ظن انه باغي يشري شي كارو او باغي يشري شي حاجه ياكلها، شي حليب ولا شي حاجه، حيت هو كان معروف وجه معروف وكان رغم انه عنيف الناس كلشي كانت كتحاشا، ربما كان لان كان كيكمي وكان باغي كارو، هادشي اللي كان كيكمي كارو كيكمي حشيش. وهاد المفاجاه كانت صادمه للجميع ملي طلب الكارو وعطاه الكارو وقال لمول الحانوت خلصني، جبد الميكا حلها وجبد منها الراس. في الاول مول الحانوت حساب ليه
ولا مراسو حسب ليه بلي شي مونيكا عنده تما وغيعطيهم يقول لهم هذه حطوها عندي تاني نجيب لكم درهم ولا درهم ونصر شي حاجه. ساعة حط راس بنادم الدم كان مازال كيسيل منه في القارو بغا يخلص براس بنادم. قال لهم هذا هو اللي غادي يخلصكم في القارو. دار ما دار مجنينة، غير مجنينة دار مع البرمانة، وهذا دار مع مول الحانوت. هادشي وقع في دوار الشريف اللي موجود في مدخل مدينة المحمدية. ديك الليلة ذبح الضحية مسكين وخلى جثة ديالو في الغابة، قطع راسو وبدا كيدور به قبل ما يوصل عند مول الحانوت ويشيع الخبر وتنوض الروينة، خاصة أمام حالة الهيجان اللي كان فيها الجاني. الكثير من الناس تحشوه وخافوا لأنه يزيد كيمشي بشي ضحية واحد آخر. كان كيبغي يضرب كل واحد كيلقاه في طريقه، سواء وقع له شي حاجة معه أو وقع له حتى حاجة، ومنهم شي ولد كان ضربه وكان تصاب هو، حيث هو كان قوي البنية ويلا خارج من الحبس كان قضى شي عقوبة دامية من طرف المحكمة. المهم عنده سوابق، وزاد هاد السابقة هادي هي اللي أكبر وأخطر وأبشع من اللي كان ممكن يتصورو بنادم. ميمكنش الإنسان ديك المحمدي كان ممكن يتصورو تا هو معاود التمثيل بالجثة وقطع الراس كيما وقع، مكناش كيما وقع في مناطق وحدة أخرى ماشي غير بجنينة باش منركزوش حنا غادا. شحال واحد تقطع له راسو مسكين، طرف جاني ولا سفاح لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم السفاح كان بحال هي كيمثل وهو كيدور في الدوار اللي تلاقاه كيجبد الراس كيخلو ها هو فلان هكذا. حتى شي مول الحانوت كان كيسد جبد الراس وقال ليه ها اللي كان كيبرصتك، قالت ليه ها هو اللي كان السيد مسكين معرف باش تفافا تخلع حول ولا قوة إلا بالله. حتى شي واحد آخر كان حدا حتى هو تخلع عربو بجوج السفاح مشى لعند شي شباب وحدين خونا كانوا جالسين وحط الراس قدامهم وهرب مشى للغابة. وهنا فين غادخل للمرحلة الثانية من المسلسل وهي المطاردة ديالو باش يشد طرف البوليس. دارس التليفونات والبوليس ديال المحمدية جاو بدات تقلب عليه في وسط الغابة القريبة من الحي الصناعي تماك فين كان هرب. شي ناس كانوا شافوا هارب وسط مجاري الصرف الصحي، دخلت في الروكار ماشي هارب فيهم مثلا. قبل ما يدخلوا البوليس ويشدوا يديوه الدائرة الأمنية دارت عميق البحث معاه. موازاة مع الاعتقال ديالو بدا البحث على بقية الجسد ديال الضحية اللي قطع راسو مسكين ونكل به، وتبين أن الأمر ماشي رجل تعليم كما تم تداول ذلك في إبانه، بل شي واحد خمسيني مسكين حمق مسكين كيدور في المدينة ومعروف عند الناس حتى هو. هاد السفاح زايد شوية على السفاحة الوحدين أخرين اللي هضرنا عليهم، ولو أنهم كيتشابهو في كل شيء ما يتعلق بالحالة الاجتماعية ديالهم وفي التمدروس. المهم هذا عاش طفولة صعيبة، ما قرا ما والو، نحالف على بكري وكان معروف بالعدوانية ديالو الشرير والناس كانوا كيتحاشاو ويتجنبوه. وشحال من مرة تعدى على الناس وضربهم، كان ساكن في دوار الشريف تا هو وسبق ليه دوز الحبس. ديك الليلة استثنائية اللي عاشها سكان الدوار وما عمر ينساوها أبدا ولا تسمح من دماغهم، ولا الصدمة والفاجعة اللي تسبب فيها كما العناصر الأمنية اللي جداتو في ديك الليلة واضطرات باش تجبد السلاح باش تحصرو، حيت كان في حالة هيجان وفي حالة غير طبيعية مقلقب وممكن يدير أي حاجة. هادشي وقع في ليلة 18 أكتوبر 2018، والمتهم والعمر ديالو 53 عام كان كيعيش تشرد في الدوار، وتبين بعد التنقيب ديالو أنه موضوع مذكرة بحث من أجل عفوا هذا الضحية مبحوث من أجل الضرب والجرح العمدي من طرف مصالح الأمن بمدينة وجدة، وذلك منذ عام 2004. شفتو البشاعة باش تقتل باش قتل هاد السفاح الضحية ديالو، مصيبة وصافي ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم المتهم تشد ومشى للحبس وتحاكم ويستاهل أقصى عقوبة كيعاقب عليها القانون الجنائي المغربي وهي الإعدام، والإعدام قليل في حقه حيث هو إعدام راجل حي بلا حكم قضائي ولا أي شيء. شكرا اللي تبعتوا الفيديو حتى الآخر وأنا شاكر لكم على ذلك، والشكر موصول لكل متتبعي قناة موروكان كريم تي في الجريمة المغربية على الوفاء ديالهم والاهتمام بالشركة نشره وعلى إثراء الفيديوهات والقصص بمعلومات واحدة أخرى إضافية. وأنا شاكر لكم جميعا على الوفاء والمتتبعين والناس اللي كتشوفوا القناة لأول مرة، يريدكم معنا تابوناو شجعوا القناة باش نستمروا نقدموا لكم
محتوى في المستوى نتمناوه. وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء للقناة ودامت لكم الأفراح والمسرات.